بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة إن شاء الله طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي هناخد معانا نص تواضع سيدنا عمر، شاعر حافظ إبراهيم. نبدأ مع بعض. قدمنا نص سيدنا عمر رضي الله عنه، شاعر حافظ إبراهيم. التعريف بالشاعر: الشاعر هو حافظ إبراهيم، شاعر مصري معاصر، تخرج في المدرسة الحربية، ثم عين ضابطا وهو مدير القسم الأدبي بدار الكتب، بجوار إن هو كان ضابط، كان مدير القسم الأدبي بدار الكتب. ولد حافظ إبراهيم في إحدى قرى صعيد مصر عام 1872 ميلاديا، وتوفي عام 1932 ميلاديا، ولقب بشاعر النيل أو شاعر الشعب والوطني، وكذلك شاعر الفقراء، له ألقاب عدة. ده الشاعر حافظ إبراهيم. يتحدث النص عن سيدنا عمر بن الخطاب. من عمر؟ عمر بن الخطاب هو أبو حفص القرشي، هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وله العديد من المواقف الإنسانية. كان يحب الفقراء كثيرا ويعطف عليهم، من أشهر قادة التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيرا ونفوذا، وهو أحد المبشرين العشر بالجنة من علماء الصحابة وزهاده. له ألقاب كثيرة أيضا، أشهرهم لقب الفاروق. يبقى لقب عمر بن الخطاب بالفاروق، لماذا؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. ولد عمر بن الخطاب عام 579 ميلادية، وتوفي عام 644 ميلادية. من صفات عمر العدل والقوة والزهد والتواضع، وقد نشر مبدأ الشورى بين الناس، بل أصبح مثالا يحتذى في الحكم بتطبيقه لجناحي الحكم الأساسيين، هم مين؟ هو العدل والشورى، فلا يستبد أبدا برأيه ولا يظلم أحدا. كان رحيما وعفوفا خاصة على الضعفاء والفقراء. يظهر رسول كسرى حينما يبعثه قائده كسرى الفرس إلى سيدنا عمر، يظهر إعجابه الشديد بتواضع سيدنا عمر، فقد رآه نائما بلا حراسة وخاليا من الزينة، يلتف ببردة قديمة مع أنه الحاكم الراعي، وقد عهد عن ملوك الفرس أنها تقوم عليهم الحراسة ليل نهار، وتكون الحراسة مشددة من حولهم. فعظم في عيني سيدنا عمر كما استصغر ملوك الفرس. عقد رسول كسرى مقارنة كبيرة بين ما رآه عند عمر وبين ما اعتاد عليه عند كسرى الفرس وأكاثر الفرس عامة، لأنه كان ملازما لهم، كان مصاحبا لهم. ده مجمل النص. طيب هنتعلم ايه من النص؟ نتعلم التواضع وعدم التكبر كما كان سيدنا عمر، نتعلم ان العدل اساس الملك فيجب نشره بين الناس، نتعلم نشر الامن في المجتمع، وياتي الامن نتيجه فعليه مباشره للعدل، نتعلم تطبيق مبدا الشورى، نتعلم عدم الاستبداد بالراي، نتعلم ان الحاكم المسلم كان متواضعا عادلا، لذا استمرت سيرتي حسنة بين الناس. قلنا أن رسول كسرى قد عقد مقارنة بين الفرس وعمر. طيب، وقد رأى الفرق كبيرا بين ما رآه عند عمر وبين ما اعتاد عليه من ملوك الفرس. نلخص ما تبقى من النص: للعدل والشورى والتواضع والزهد أثر كبير في حياتنا، ودي صفات سيدنا عمر التي اتضحت والتي ركز عليها النص. تمام؟ لها أثر كبير في حياتنا. لهذه الصفات تنشر أمن، أمان، طمأنينة، حب، تعاون، سعادة، رخاء، وبالتالي يرقى المجتمع ويتقدم. ومن هنا يعيش الفرد آمنا سعيدا، فيعم رخاء والتعاون وتقدم المجتمع. الحكمة التي اختتمت الآيات بها وعرضها آخر بيت عندي، تمام،
اللي هو إيه؟ رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. حكمة رائعة تبعث في نفوسنا أن أو تقر معلومة وحقيقة أن الشورى تسعد بها البلاد، أما الاستبداد فهو فيه دمار وفساد المجتمع. طيب، سبب تعظيم صاحب كسرى لعمر أو رسول كسرى لعمر، زهد سيدنا عمر وتواضعه ونشئه للأمن والعدل. سبب نوم عمر آمنا لأداء حقوق الناس وإقامة العدل وتوفير الأمن. يشعر الحاكم بالأمان متى يشعر الحاكم بالأمن والأمان؟ يشعر حينما يقيم العدل. من مبادئ الحكم التي احتفظ أبيات اوعى تنسى حاجتين هما العدل والشورى.